حتى يوما في سنة 1965 ايام صارت الفتن وعصفت واشتد عورها، وانا جالس ذات ليلة في ساعة متأخرة في البيت، وكان هناك ابواب المعتقلات قد فتحت بغير حساب ولا مراقبة. طرق الباب طارق ودخل وقال انا من طرف كذا فلان، وكان فلان هذا اذا اشار فاشارته امر، واذا كسر غضبت الدنيا من حوله. هو الان وراء القضبان. هذا الفلان كتب فيه احد الصحفيين ايامهم فوانه فوصفه قائلا انه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وجلس بجانبي وقلت في نفسي ازائرا جئت ام قابضا؟ معتقلات بغير حساب وظلم ملأ الارض وبلغ عنان الكواكب، وكان الظلم يومها لو قسم الى 99 جزءا الى 100 جزء، لو قسم الظلم يومها الى 100 جزء لكان في مصر 99 يومها، والجزء الباقي يطوف بالدنيا ثم اذا جاء الليل ينام في مصر. قلت له ازائرا جئت ام قابضا؟ قال انا جئتك من طرف فلان وهو يعرض عليك امرا يسيرا، نظرا لما لك من مكانة في قلوب المصلين يريد منك ان تقول فتوى على المنبر تتلخص في انك تقرأ الاية الفلانية، وكلنا يعرف هذه الاية هي قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا، وانا اعلم علم اليقين ان الله لم ينزل الاية ليبيح بها الدماء. واخذ يعرض الامر عرضا فيه تحذير واغراء وفيه وعد ووعيد. قال لي اسمع كلامي، لو قلت هذه الفتوى فسينفتح امامك باب الطرقيات من السابعة الى السادسة ومن السادسة الى الخامسة الى الاولى الى ما قبل الاولى، واذا امتنعت فانت اعلم الناس بالعواقب. السجن، التشريد، البلاء المبين. ولكنني رأيت امامي صورتين لا ثالث لهما، جهنم من جهة والسجن من جهة اخرى. هل اختار دخول السجن على ان انجو من جهنم، ام اغضب الله وادخل جهنم خالدا فيها الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا؟ اما درجات الدنيا فلم انظر اليها، لانني اعلم ان الله يقول وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا. وقلت له بدون تردد لن اقول كلمة من مكان وقف فيه الحبيب محمد لاكذب على روحه ورسوله، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا؟
فقال لي انا لك ناصح امين، وقلت له انا لا اقبل النصيحة اذا كان فيها غضب لله، وخرج. واخذوا يقلبون ظهر المجن، وبعد ايام وفي الثانية في الساعة الثانية رأيت نفسي في عربة تنهب الارض نهبة. الى اين تسير؟ والله وحده يعلم المصير. ورأيت نفسي امام نفسي مع قوم لم اسبق لان اجلس معهم قبل ذلك، وقلت في نفسي الى اين اذهب؟ فليذهبوا بي الى اي مكان، فان اي مكان سيكون فيه الله رب العالمين. لا تحزن، ان الله معنا.